في نقاشات كنا نتحدث عن التهديدات الإرهابية وتحديدا هذه المرة في السويد. سبوتنيك بتقول المخابرات السويدية بتحذر من هجمات إرهابية داخل السويد، وحذرت بشكل واضح الاستخبارات الفيدرالية السويدية انه احتمال وقوع هجمات إرهابية اصبح احتمال مرتفع. وزير الدفاع السويدي قال حاجة مهمة جدا، قال هو السؤال مش هيكون فيه هجوم ولا لا، هو السؤال هو امتى زمن الهجوم، وبالتالي الحديث عن فكرة هجمات مسألة تبدو انها مؤكدة، ولكن الفكرة هو امتى تتم هذه الهجمات. أيضا بيانات الاستخبارات الفيدرالية السويدية تتحدث عن تنفيذ هجمات سواء في السويد أو في بعض المناطق الأخرى من الأوروبيين من قبل اللي أسموهم مرة تانية الجهاديين، وبيقولوا أنه تم رصد 500 مستخدم على شبكة الإنترنت لديهم صلات مع عدد من السكان داخل السويد، وبيقوموا بنشر ما أسموه بالفكر الجهادي الإرهابي، اللي لدينا تحفظ على الجهادي الإرهابي، ربط الجهاد بالإرهاب مسألة غاية في الأهمية، اللي هيكون معانا زي ما وعدت حضراتكم إن شاء الله في حلقة مقبلة قريب جداً.